الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد وكذلك في أربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية 147,450 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي. كما انخفضت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 147,800 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 147,600 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أوقفت هيئة النزاهة هدر ما يقارب 75 مليار دينار شهرياً من خلال ضبط 5 عمليات تهريب لسعات الإنترنت في عدد من المحافظات، كاشفة عن فتح 29 قضية جزائية تتعلق بهذا الملف. وقال المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم الغزي إن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من تهريب سعات الإنترنت، مشيرا إلى أن الهيئة سبق أن ألفت عدة فرق لإجراء الكشف والتحري عن تجاوزات بعض الشركات المخالفة التي تقوم بعمليات تهريب سعات الإنترنت في مختلف أنحاء العراق. أعلن البنك المركزي العراقي إكمال الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات الكويت والبالغة 44 مليون دولار. وقال البنك إنه تم إكمال الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي. وكان العراق يدفع مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات من خلال نسبة من مبيعات النفط. أعلنت جمعية مصدري الزيتون في بحر إيجا أن العراق حل ثانياً باستيراد الزيتون التركي خلال موسم عام 2020 وموسم عام 2021. وقال رئيس الجمعية داوودير إن صادرات تركيا من زيتون المائدة وصلت إلى 88,000 طن بقيمة مالية بلغت 150 مليون دولار، فيما بلغت صادرات تركيا من زيت الزيتون 45,000 طن بقيمة 135 مليون دولار خلال الموسم التصديري لعامي 2020 و2021. وأضاف أن العراق حل ثانيا بعد ألمانيا في استيراد زيتون المائدة، في حين كانت الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان والسعودية الأكثر استيرادا لزيت الزيتون التركي، مشيرا إلى أن هدف الجمعية خلال السنوات السابقة الوصول في الصادرات التركية إلى مليار دولار. حذر وزير المالية اليمني سالم بن بريك من تدهور الأوضاع في بلاده التي تمر بها في الوقت الراهن بأسوأ أزمة إنسانية في ظل ما يواجه الاقتصاد اليمني من تحديات كبيرة تكاد أن تعصف به ويوشك على الانهيار. وأشار وزير المالية إلى مجموعة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، أهمها تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بعد أن تجاوز سعر الدولار حاجز 1600 ريال يمني، ما أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر. ختام الموجز، إلى اللقاء.